لقينا الحلول، تعدينا على اليمين على اليسار، حتى التغييرات كانت كلها هجومية. حبينا أن نرجع في النتيجة، ما وفقناش ربي مالوريزمون. نعرف اللي ترشح يتلعب سير دو ماتش، ضيعنا ماتش لالي، في ماتش روتور ما وفقناش ربي باش نرجعوا. المقابلة هذه نبنيو عليها، تعرفوا اللي احنا توا ستاف تكنيك جديد، فما إدارة جديدة زادة موجودة، مازال عندنا استحقاقات أخرى، مازال عندنا أهداف أخرى، نحاولوا نبنيو على الماتش إن شاء الله. نشكر الجمهور اليوم اللي يظل كان اللاعب رقم واحد في المقابلة، شجعنا من الأول حتى الأخر، وقف معنا دز معنا كيف عادته، حبينا نفرحوهم، مالوريزمون الريزلتا ما تبعتش. إن شاء الله نعوضوا هذا في البطولة وفي كاس تونس إن شاء الله.